إلى الدوحة حيث يحدثنا صابر أيوب. صابر، مواقف قطرية رسمية أدانت بشدة المجزرة الإسرائيلية، وأيضا تحدثت عن أثرها على المفاوضات الجارية. ضعنا في صورة تفصيل هذا البيان. فعلا محمد، بيان شديد اللهجه او ادان باشد العبارات كما جاء في البيان قلق الخارجيه القطريه من ان هذا الهجوم على رفح والذي ياتي خلافا او معاكسا لما نصت عليه او لقرار نصت عليه محكمه العدل الدوليه بوقف العمليات العسكريه في اسرائيل سيؤثر كما جاء في البيان على الاوضاع الإنسانية المأساوية المتفاقمة في الملجأ الأخير للنازحين في قطاع غزة كما جاء في البيان، بل إنه أيضا سيؤثر على الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. قطر كما هو معروف شريك رئيسي ضمن هذه الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق فوري ودائم للنار في غزة. هذه المخاوف عبرت عنها الخارجية القطرية، وليست المرة الأولى في الحقيقة. كانت الخارجية على في عدة مناسبات حذرت من أن الهجوم أو تنفيذ الهجوم على رفح سينسف الجهود الدولية الساعية إلى وقف هذه المساعي الدولية التي يفترض بحسب تسريبات أن تنطلق أو يعاد إحياؤها قريبا. لم نتلقى أي رد رسمي بهذا الخصوص من الخارجية القطرية، لكن يفترض أن تبدأ على مستواها السياسي في الدوحة هذه المفاوضات على مستواها السياسي في الدوحة، وعلى الصعيد التقني في العاصمة المصرية القاهرة. يأتي هذا دون أن تتوقف أيضا المساعي والجهود القطرية والحراك الدبلوماسي القطري لمواصلة هذا المسعى ثني إسرائيل عن تنفيذ هجوم رفح، وثانيا المواصلة في جهود المفاوضات من أجل التهدئة في غزة. حراك دبلوماسي لمسؤولين قطريين على رأسهم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الذي اجتمع في بروكسل العاصمة البلجيكية بوزراء الخارجية وممثلين عن الدول الأوروبية، وذلك ضمن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة من الجامعة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت في وقت سابق، المكلفة بالنقاش حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. كذلك أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وناقش معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتملة، ويفترض أن يكون أيضا هذا النقاش ساريا لدى زيارة يقوم بها أمير دولة قطر إلى كل من اليونان وقبرص. شكرا لك.